تحياتي. نيمار بيبدأ هذا الموسم بشكل صادم، بشكل مرعب، بشكل ممتاز. اللاعب حتى الآن هو هداف باريس سان جيرمان، مسجل 8 أهداف وصانع 6، وذلك بعد 7 مباريات في الدوري الفرنسي، يعني مساهم ب 14 جول، علما انه الموسم الماضي كله ساهم ب 19 بس. فشو اللي حول نيمار من لاعب بالصيف كان باريس سان جيرمان عم بيحاول يبيعه وبيضغط عليه يطلع، الى لاعب يبدو الآن على الورق افضل واحد في باريس؟ في الحقيقة في عدة أسباب ساعدت نيمار على هذه الانطلاقة القوية. أولاً، نيمار السنة الماضية بتتذكروا لما رجع انتشرت له صور إنه راجع بوزن زائد، وأيضاً أخذ إجازة زيادة عشان كوبا أمريكا. لكن الآن رجع اللاعب بحالة بدنية كثير أفضل، واللاعب بلش مع حمى بداية الموسم، وكان حاضر المعسكر الصيفي كامل. يقال الموسم الماضي إنه احتاج 10 مباريات في الدوري حتى يوصل للحالة البدنية اللي تقول عنه لاعب فت، لاعب جاهز يلعب مباراة 90 دقيقة. المرة هذه نيمار كان مختلف بدنيا، أيضا حضوره التدريبات والإعدادات كاملة بشكل طبيعي بالصيف خلاه لاعب جاهز ذهنيا أيضا وليس فقط بدنيا، يعني رجع لجو المباريات، ما انفصل فترة طويلة ودخل جاهز ذهنيا. ويقال انه حافز نيمار في ذلك هو كأس العالم. نيمار ما كان بده يغامر بأي شيء يتعلق بكأس العالم، كان خايف يرجع بدنيا مش جاهز، فبالتالي النتيجة الطبيعية لما تلعب بلاعب مش جاهز بدنيا مباريات كاملة ينصاب، فكان خايف من هيك مفاجآت. ونيمار صرح في الماضي مونديال قطر على الأغلب هو المونديال الأخير لإله، بالتالي دافعه الحقيقي هو المونديال في هذه العودة القوية. بس ايضا في تحويل تكتيكي عمله كريستوف غارتيه وساعد نيمار جدا، التحول من 4-3-3 ل 3-4-2-1 ساعد نيمار بنقطتين. النقطه الاولى، واجب الدفاع اصبح اقل، لانه الان بوجود 3 قلوب دفاع، بوجود لاعبين وسط متوازنين خلفهم واظهره بترتد، اصبح في 7 لاعبين بيشيلوا الحمل الدفاعي، والثلاثه الامام ما بيشيلوا حمل دفاعي الا في المباريات الكبرى واوقات منها فقط، زي ما شفنا مثلا بعض الدقائق امام يوفنتوس. تخفيف دور الرقابه الدفاعيه على نيمار، تخفيف المجهود البدني الدفاعي على نيمار، خلاه دائما يكون بلياقته بتركيزه كامل خلال اللقاء. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني بالشكل الجديد، لما يصعد نونو مندس على اليسار معناها هو اخذ الجناح، اخذ اليسار. نيمار بالفتره الاخيره صار يحب يلعب بالعمق اكثر، يروح بالعمق اكثر، وهذه الخرائط الحراريه بتوضحه بشكل واضح وصريح. ولانه صار يقدر يحب يلعب بالعمق اكثر، ب 4 3 3 زمان كانت لما بده يلعب بالعمق معناها الظهير بده يطلع مسافه طويله جدا وبدون تغطيه وفيها خطر على باريس. الان في الشكل الجديد في 3 قلوب دفاع بيغطوا الظهير لما يطلع، وهون نيمار بدخل بالعمق باريحيته، وبالتالي بيلعب في منطقه بيكون كثير مرتاح فيها، ويعني ومساحه اكبر يتصرف فيها ويوقف بالنقطه اللي بده اياها عشان يعمل الاسيست اللي بده اياها. هذا اللاعب نتيجة حالته البدنية المرتاحة، حالته الفنية المرتاح فيها بالتمركز، خلى لاعب مرتاح مركز، وبجودته العالية أصبحت دقته رهيبة. بنتكلم عن 25 تمريرة مفتاحية حتى الآن في الدوري، وهذا رقم كبير جدا. أيضا من الملاحظ أنه تحسنت كثير نسبة تحويله الفرص المحققة لأهداف، رغم أنه نيمار في الماضي كان دائما يتم الكلام عنه أنه بضيع فرص، لمستوى أنه في إحصائية بتقول من التسديدات اللي سددها نيمار ومرت من المدافعين هذا الموسم وراحت للمرمى، الحراس قدروا يتصدوا لكرة واحدة بس منهم، وهذا دليل أنه اللاعب تركيزه كامل. أيضا نيمار قدر يسترد الكرة هذا الموسم 23 كرة من خلال عمليات الضغط، مقارنة بالموسم الماضي كله 87. من المتوقع ينتهي هذا الموسم لو حافظ على هذا المستوى زايد عن معدل ضغطه اللي كان يقوم فيه كمهاجم على المدافعين الخصم لما تكون معهم الكرة بنسبة تزيد عن 30%، وهذا بيعكس حالة بدنية وبيعكس التزام أفضل بكثير من المواسم الماضية. خلصنا كل هذه النواحي، بدنيا اللاعب رجع أفضل، ذهنيا مركز عشان كأس العالم، فنيا مرتاح عشان دور الدفاعي أقل، وعشان منطقة التمركز تبعته أكبر، ومرتاح في اختيار اللي بده إياه فيها. بس بيضل في سبب مستحيل ننساه، نيمار بالصيف تعرض لعملية تشويه حقيقية، عملية دفع للخارج واضحة للغاية، لمستوى أنه قيل أنه كيليان إمبابي نفسه هو اللي طلب ينباع نيمار. نيمار كلاعب اللي بيعرفه في نزعة الأنا، في نزعة الثقة المفرطة بالنفس، وهذا الشعور بأنه أنا مش مرغوب فيه شعور بيجرح، شعور بألمه أكثر من غيره. يعني ما بياخذ الموضوع بأنه رياضة وكرة قدم وأصبحوا بدهم لاعب تاني وبطلع، لا لا، أنه شو بتعملوا أنتوا؟ أنا نيمار، أنا أغلى لاعب في التاريخ وأنتوا اللي دافعين فيه هذا المبلغ. فأعتقد في جزء كبير من حافز نيمار بجانب كأس العالم، وهو عارف شو يعني يجيب كأس العالم للبرازيل وقديش راح يخلد في التاريخ،
بالمقابل بده يرد مسج وبده يرد تعبير واضح على اللي صار معه بالصيف من الإعلام من الإدارة من كل شيء، بده يوصل لهم رسالة. أنا ما زلت نيمار وما زلت قادر أكون اللاعب اللي توقع له الناس وهو صغير يجيب كرة ذهبية، فهو حابب يثبت هذا الشيء، في عنده هذا الدافع اللي خلاه منضبط. بس خلينا نشوف لمتى حيضل يقدر هيك هذا الموسم، لأنه إذا بكأس العالم تعرض لإخفاق أعتقد نيمار ما رح يرجع نفس اللاعب. أنا إذا أنا فاهم نيمار صح، الله أعلم يعني تعرف صعب حدا يتوقع المستقبل بشكل دقيق، بس أتوقع شخصيا لو نيمار ما عمل شيء بكأس العالم مبهر ما رح يرجع نفس اللاعب في باريس سان جيرمان، حيكون في نوع من الحافز خف عنده، بيكون وصل الرسالة اللي بده إياها إنه أنا نيمار. وأعتقد بعدها أنا شبه مؤمن إنه نيمار ممكن الصيف الجاي يروح على فريق تاني. خلونا نشوف شو بده يصير. كنت معكم أنا محمد عواد، موجود في فيسبوك تويتر إنستغرام وتيك توك، والسلام عليكم ورحمة الله.